اختك ها؟ اختك بهيو وينها؟ شوفوا دشت البيت. هذا شايفهني؟ تعال انت وين رايح؟ خلني بروح اذبحها. اقعد زين اقعد، هناك صنت رايح بعد ما تشوفه. انطر انطر خلاص دخلت هني عرفنا وين راحت، ما عرفنا وين تدش. اتحرك اتحرك. هيا بهيو هيا انا اوريك. واي نبي الفراش اخبر ما تعبنا. ها خالتي ايتو؟ اي حبيبي انا قول لي قعدت بالعزاء؟ قعدت بس بنص العزاء كان حاش. ها وليش انحشت؟ عمي فيصل من عودة اياه كان حاش. شنو؟ والله شو يسوي؟ بعد شو يسوي؟ حاله حال غيره يا يعزي بعد هذيل اللي ماتوا يد ويدة ولده. زين شاهين يا؟ لا شاهين ما ياه. تصدقين عاد الكل كان ناطره؟ تدرون ياه اليوم؟ منو؟ عيسى صدمني. حسا ما شافك. لا لا ما شافني بس يعني انا شفته كان حاش وما يدري ان احنا قاعدين بيت الدكتور. شو اي لا تحاتي. استغفر الله يا ربي. هل عزة بغى يفضحنا؟ هذا مو عزة هذا يمعة اهل. يلا عاد عيب على الطنازة. تعشيت؟ اي الحمد لله. يلا عليك بالعافية روح نام. يلا لا تصبح على خير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونكم يا العزة اليوم؟ الحمد لله واجب وسويناه باجي يومين يخلص. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. احنا بعد يونا ناس وايد اليوم. ايه قال لي احمد حتى عويس طليقي وعمهم فيصل يو وناس وايد يو الا شاهين. انا من رايي نبلغ الشرطة. اي الشرطة؟ انا ونواف اليوم قعدنا وتشاورنا شفنا لازم نبلغ الشرطة. الولد صلى اربع ايام طايب ما ندري انا فيه وانا حسب علمي انه متقلب بامه وابوه وايد يمكن زعل وراح مكان. يعني شنو يعني شاهين في شيء؟ لا ان شاء الله ما في شيء لا نستعيل الامور احنا نبلغ ونشوف بعدين يمكن شاهين ما يدري عن وفاه امه. شعورك هدايه الله تصبح على خير قليل وانت من اهل الخير. شو الصدفة؟ شو الحظ؟ الساعة طلع زوج خالتي؟ إنزين شلون؟ وشلون أنا ما عرفت؟ شلون بعرف إذا ما أذكر أصلاً اسم زوج خالتي ولا أعرف حتى عائلته؟ وسعد بعد عمره ما قال له ولا كشف لي على اسمه الكامل ولا عرفت اسم عائلته. يا ربي شو الحظ؟ أشو أني قطعت علاقتي فيه؟ أشوى أني قطعت علاقتي فيه قبل لا تصير لي هالبلاوي كلها. ما فيك شيء؟ لا سلامتك. بس ما وجهك معتبس أحس فيك شيء؟ قاعد أفكر بموضوع. شنو يما؟ تصدق اليوم العزة جت وحدة تعرف سعاد وبنات اختها قعدت تطالعني وتخزني كأنها تعرفني بس انا ما ادري ليش مو قادره اذكرها. اي ما عادي هذا تصير وايد. اقول لك انا اعرفها بس ماني قادره اتذكرها. زين ما يمكن مشابهه عليها. وهي بعد مشابهه علي؟ زين كان سالتيها او كلمتي سعاد او البنات عنها؟ انا اسال سعاد مع عوزي ليبه انا اسال هالعصابه هذه قطيعه. إنزين لا تفكرين وايد باكر ثاني يوم العزاء أكيد بتي البنية شوفيها وسأليها. أسألها شو أقول لها يعني؟ قوليها ليش ما سلمتي على خالتك؟ ليش تتصدد عنها؟ وايد فراقة وأنا شكو مالي شغل حبيبتي. بس مريم معقولة هالصدفة؟ أنوارو المليقة تطلع خالة بثينة بنت عمي؟ واي صج الكويت هالكبر. ايش فيكم؟ شو السالفة؟ وي خالتي ما دريتي؟ ها صاير؟ أنوارو تطلع خالة بثينة بنت عمي. ها؟ شلون؟ والله خالتي خلي أقول لك أنا السالفة. من دشت مرت خالي فيصل الطب النفسي يوم كانوا بثينة وفيصل صغار وخالاتهم ما يدرون عنهم ولا يدرون عن هوادارهم ولا يسألون عنهم خير شر. وعلي شلعي شلقشرة
ربي لا تبلانا لك حمد وشكر يا رب. عاد تصدقون يا بنات ان احنا الله يحبنا على اللي صار فينا وطلعتنا وبهذلتنا من بيت لبيت ومن مكان لمكان، اللي احنا للحين متماسكين وللحين على قلب واحد وايد واحده. قولوا بس عسى ربي لا يفرقنا ولا يغير علينا. قولوا امين. امين. دام قاعدين تدعون هاي الاخذوا هالدعوه مني، يا الله يا كريم انك تفج حبس ابوي وتقوم امي بالسلامه. قولوا امين. امين يا رب العالمين. امين. بصوا بقى يا بنات، بما انكم فتحتوا هالبحري كده في الدعوه، ادعوا النبي ربنا ياخذ عويس ده واخلص منه. بهيو هاد مو لهالدرجه، حرام عليك. قول الله ياخذه مره واحده شهد دعوه القشره، حرام عليك اختي بلانيله. تعشيتي حياتي؟ لا حبيبي مشكور وايد، تعشيت. زين زين، انت ليش ما تبين تقولي لي يعني وين بيتكم وين ساكنه؟ سيف ايش فيك اللي هداك؟ ايش تبي ببيتنا؟ ضروري يعني تعرف العنوان؟ لا قلت انا يعني بس يمكن تشوفي سيارتي صافطه باكر مع الاهل، انا ويا الاهل جايين زايرينكم. اهلك؟ يما وين بي اسمي مالي؟ روحي. من هذا؟ بروك؟ اي هذا هو بروك. زين ليش يقول لك امه؟ تدري انا اختي كبيره وحسبت امه، وبالبيت احيانا ينسى يقول لي اختي زينه يقول لي امه، وانا احيانا انسى اني اخته. زين سيف انا امي تبيني الحين، اكلمك بعدين. يلا باي. الو ولا واحنا ما خلص من هالسالفه. وبعدين عدنان ليش تزعل من حكي الصج؟ انا حسبت اختك وبمصلحتك، ترى الحكي اذا طلع عليك كنا طالع علي انا واخوك. قولي لي انا شو مسوي؟ مسوي جريمه؟ لا مو جريمه، بس اللي انت مسويه الناس تستنكره. يعني انت ريال عزوبي وجايب لي حريم هني مسطرهم بالبيت، يعني ايش بتقول الناس عنك؟ انت ما تبي تتزوج؟ مو مفكر بالزواج؟ لا بتزوج. عيل خلاص، انا لقيت لك خوش مره دكتوره مثلك وبنت حموله وسنعه، انت طوفت هيون اختي، عاد هذه لا تطوفها. بس خلاص انت كبرت. وبعدين يا عدنان انت شلك بالاشكال هذول الهلاقه؟ انت دكتور لك سمعتك ولك منصبك وهيبتك، ساعدتهم ووقفت وياهم ما عليه، سويت لهم عزا حق معارفهم ما ادري منو، ما يخالف يستاهلون، لكن بتقعدهم هني عندنا بالبيت طول عمرك؟ غلط غلط والف غلط. وسعاد هذه باكر بخليك تشوف بعينك شنو اصلها وفصلها، وحزتها بتقول صج ام فهد معاها حق على ابنك. صباح الخير. ما راح تشوفها يا فهد. لا ماكو شيء، بس لهيت هالايام. بثينة انت زعلانة مني؟ لا ابد، ليش ازعل؟ بس هالايام كانت ظروفي حل صعبة. مشغولة؟ لا ماكو، كنت توني بطلع بروح المعهد عشان اجرب العدسة الجديدة، عاد صدق مني جبت لي اياها للحين ما جربتها. حلو،
هاي ايش رايك تجيبين العدسه والكاميرا وتين؟ بشوفك الحين. عايزه شويه بصل وبقدونس وتوم وشويه بهارات. اي ان شاء الله عمتي. وش تامرين عليه بعد عمتي برسي زبهيه؟ ما يامر عليك يا عدو. عايزه حبيبتي شويه كوارع. كوارع؟ اه كوارع. امال انا جايبه الطلبات دي لامي؟ احنا هنتغدى كوارع. هي حبيبتي ايه انت تدرين احنا قاعدين مو في بيتنا عدل ولا لا؟ ايوه عدل. ما نسيتي؟ لا ما نسيتش وانسى ليه. اها بصي يا حبيبتي انا بتكلم في الاكل، والاكل ده عيب. انتوا اللي بتضغلطوا كل ما اجيب سيره الاكل. لا حبيبتي مو عيب، بس المره تاخذ راحتها بالطبخ. وين؟ في بيتها، بيت ابوها، بيت ريلها. بس هني في بيت الناس وتطبخين كوارع؟ والله الناس قلوبها تشبودهم من هالكوارع. ذيك الساعه حزتها مو تندقرين؟ تندقرين ازاي يعني؟ يعني تتكسفي يا اختي. اتكسف؟ ليه يا اختي؟ والاكل بيكسف. علي النعمه انا بقول الدكتور عدنان ده لازم يعالج كل الناس، ده انتوا عليكم شويه عقد. حبيبتي ترى الدكتور عدنان دكتور اطفال مو نفسي. طيب. ايه طيب، بعد هذا اللي ناقص. واي يا هيون، السوق صدقي ان نرد نروح لحالات الشوبينج بس. اي والله صدقتي حبيبتي. وي الله يخلي ريلي ان شاء الله تارسني الكبت كل ماركات، هو شانيل، هو كريستيان ديور، هو جوتشي. واي بصراحه شيء مو طبيعي. حبيبتي انت عروس ولازم تدلعين. عشته ما دول بيتكلموا كذا ليه يا اختي؟ شش ما لنا شغل. امشي انت الشدار. امشي امشي. سعاد سوسو حبيبتي باكر ملكت هيونه عاد هلا هلا انت والبنات بالكشخه مو ما تشون تقعدون ويانا. ما عليه الله يتمم عليها ان شاء الله. بس تدرين احنا يعني تونا طالعين من عزا صار لنا كم يوم، فشله يعني نروح عرس وطقطقه واغاني. ما عليه احنا بنتم قاعدين في الدار هني وانتم خذوا راحتكم يعني الله يتمم عليها ان شاء الله. لا 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 حبيبتي. وبعدين يا قلبي اللي مات والله يرحمهم ومو من اهلكم، هذول يرانكم. وبعدين الحزن مثل ما يقولون بالقلب. عاد ما يصير ملكت هيونه ما تحضرون، وانتم حسبه خواتي حتى لو ما عندكم بدل انا سلفكم. مشكوره يا ام فهد ما قصرتي. حبيبتي يلا عاد بلغيهم. ها الله كريم ان شاء الله على اذنكم. حاجيج انت ايش ناوي عليه؟ اما هلكت فيهم تهلك، ما اكون انا انوار بنت ابوي. عفي على اختي. خرعتني فيك شيء؟ ايه فيني؟ متى بتصارحيني؟ اصارحك بشنو؟ ايش فيك سيف؟ صارحيني بالصوت. انت منو؟ من بنته؟ وبروك؟ بروك ولدك ولا اخوك؟ سالفة السيارة اللي دعمتني بأول يوم عرفتك فيه. سيف الله يهداك، شو هالحكي؟ يعني شلون براك ولدي ولا أخوي؟ أخوي طبعاً. فطيني. ها؟ طلعي لي شيء يثبت. سيف إيش فيك؟ أنت ينيت؟ إيه ينيت. أنت واحدة غامضة. ما تبين تقولين الصدق ولا تكشفين اوراقك. انا متاكد ان وراك سر كبير. Thank you.
شريدك انا؟ شنو؟ الظاهر داس السيارة ما فادت معك. توقعتش بتستانسين عليها بتجربينها من اول ما يبتلج؟ لا عادي ماكو شيء، بس شوية الظروف اقوى مني. فين انت زعلان انه وديت تشوفين امك؟ لا شك، بالعكس اللي سويته هذا كان شيء وايد حلو منك. الحين صرت احس ان شخصيتي اقوى، صرت احس ان انا عارفه شنو ابي. حلو، شيء يخليني وايد مطمن ان نحن فاهمين بعض، مساندين بعض في كل شيء. فهد يما ايش فيك؟ ما فيني شيء. زين شلون ما فيك شيء وانت بغيت تشلع الباب بيدك؟ يما قلت لك خلاص ما فيني شيء. احد مضايقك بالبيت؟ هل هيلق اللي جايبهم عمك قالوا لك شيء؟ يما ما فيني شيء، البلاك بيري مالي ضايع، ضايق خلقي. ارتحت الحين؟ صدق انت يا هويلة تهولي، ما عندك سالفة. البلاك بيري ضاع، اشتر غيره، ولا ما عندك فلوس؟ بلا عندي. زين يوم ان عندك اكرمنا بسكوتك، مالنا خلق لجة، بروح اللي فينا كافينا. ايه وباكر ملكت خالتك هيون ها، وتقعد تهيت مع ربعك، خليك زاهب، هذا أنا قلت لك. أبوي ما سنجج خالتي؟ شملكتها بعد؟ الله يرحمهم، للحين تربتهم ما انشفت. تبينا خالتي ترزز في ملكة ناس لا نعرفهم ولا نمون عليهم؟ الحين من أولى؟ الله يرحمهم اللي طول عمرهم جيران أبوي، ولا هذيلة أنوارة وأختها؟ واي عد هذه اللي مبالعتها، تقولين ماخذين حلالها مالت. والله عاد المرة حرصت علي بعد، شو أقول لها؟ هي عادي اعتذري منها، قولي لها إحنا ما نبي. اعتذرت بس لزمت علي بعد، شو أسوي؟ عشتوا من متى المسعدة نهمها؟ هي إيه كل ما تشوفنا يقط ويها ألوان. صدقون عاد أنا أحس إن السالفة فيها إنه عيلة هي تدري ان احنا طالعين من البيت بخلاط جينا وما عندنا هدوم، ايش تبي عزمتنا؟ اكيد في شيء. كلام مريم صح، تبين الصج انت وروحوا، انا بظل هني ما لي خلق شيء. اي عشان حبيب القلب مفقود انطمي. والله عاد انا بروح، اللي بتي حياها الله، بطلع من هني وباخذ بهية معي. الا تعالوا بهية وينها؟ بهية؟ بهية؟ انا جيت اهو يا سوسو. شنو هالشوف؟ فانتاستك صراحة. يا بنت البوازي فستان. انت من وين لك هذا؟ اسكتي يا سوسو اسكتي. بشيلوا لي اللي اسمها انوار، اديتي الفستان ده عشان البسه فرح اختها، والنعمة ستي دي طيبة، وقالت لي كمان تحطي لي ميك اب. طيبة ها؟ الا انت اللي طلعتي الجرى قصة عليك بهالدراعة الدافرة، تقول شو اسمه طرزان من حاشم الخرافة. ايه هذا؟ بلقى فيه؟ ايه بنت حاشم الفستان يبوظ، انتم تضحكوا علي؟ انا مهلكة صح. شوف هي مهلقة؟ لا مهلكتش طبعا، ده ستايل. سيف شفيه؟ ايش صاير؟ شفيك ما في العافيه ان شاء الله.
بعد اذنك اسبكم مع بعض شوي. انت ايش فيك ايش صاير؟ ايش فيني؟ ما فيني شيء بش قاعد تضولين علينا انت بالمستشفى انت قاعد تصرخين. انت من صدقك؟ دات لي مسج تقولي طاقينك جايتك طايفه ثلاث اشارات وتقولي ما فيك شيء؟ زين خلاص الحمد لله لا تعلين صوتك. الحمد لله طقه مو شايده. ومنو هذا اللي طاقك؟ ما ادري. واحد ما ادري منين طلع لي ولد وهبدني باجره على راسي. يا على الايد الكسر ان شاء الله. ليش يسوي فيك شيء بفهم انا؟ ما ادري. بس انا اللي اذكره قال شيء واحد. ايش قال لك؟ قال لي الظاهر دوسة السيارة ما فادت معك. شنو يعني؟ لا يكونه هو. هي هو. اكيد هو بعد ماكو غيره. وش بينك وبينه عشان يسوي فيك كذي؟ سيف لا يكون السالفة فيها البنية اللي جت وزارتك ذاك اليوم. أنا قلت كذي. شوف عاد سيف، هالبنية لازم يتوخر عنها. أنا من شفتها وأنا مو مرتاحت لها، وياها ما يجي من وراء إلا البلاوي. بس مو قبل ما أعرف سالفتها. بعد؟ بعد تبي تعرف سالفتها؟ تبي تنطق مرة ثانية؟ مو أنا اللي أنطق مرتين. والنيس النذل هذا لو أصيده مو أدوسه. هتله من رقبته بحبل. زين قوم. قوم معي خل اوديك البيت. قوم ايش اقول لك بعد غير الله يهديك؟ قوم يلا. اي بعصب عيل انا يا عيسى مرتي مرتي ما هي حبيبتي تسكن ببيتها يا الغريب؟ مرتي تروح من مكان لمكان وانا ما ادري عنها يرضيك كذي يا سعود؟ قول لي يا عيسى. شوف عيسى انا تحملت وايد بما فيه الكفايه لكن هالمره لا هالشيء هذا ما يسكت عنه فاهم؟ ما يسكت. هذا اللي صارخ. يعني احنا عاجبني اللي قاعد يصير؟ أنا بس لو تفتح إيدي عليها أرض راسك بالطوفة وأكلها بدروسي. بس اصبر اصبر بالعقل كل شيء يصير. أي عقل أي عقل تكفى الله يخليك أي عقل. أنا تفيني عقل أختك أننتني أننتني. عباس بس عاد عيسى عنده حل وحين نقول لك إياه. ها؟ تكفى عيسى شنو الحل؟ قول لي. شل نظارتك وبطل مخك عدل. اسمعني زين وسوي اللي اقول لك عليه. شنو هالعزف الخطير فادي؟ ايش رايك نلعب بلاي ستيشن كذي؟ يعني في سي دي نازل جديد فيفا قوي يقولون مكسر الدنيا. ليش مو يرضى يعني؟ يعني أنا ضايقك بشيء مسوي لك زعاج بس حلو العزف يعني. فهيد ايش فيك؟ تعال. ليش مأذي صبي؟ مو مأذي مخليك يعزف هو مو قاعد علي. أحمد روح شوف لك أي شيء ثاني تسوي. مليت شنو أسوي يعني؟ أحمد ايش دامي؟ مشكلة يعني؟ ما علي فهد سامحنا. أحمد أذاك شوي صح؟ لا بالعكس ما أذاني. ما أدري يا أخوي أحسك مو على بعضك مضايق من شيء؟ مضايق مقموت وإذا انقمت ما أقدر أكلم أحد حتى حرتي بالورك. إذا حاب أنك تحكى وتفضفض كلمني أنا ترى أنا أحس بتختك الكبيرة. مشكورة ما قصرتي. أنا أحب واحدة وخانتني. واللي خانتني وياه شخص وايد قريب مني. لا أنا أدري ولا هو يدري. لعبت علينا إحنا الاثنين. كلام قلبي ودي أقوله. تعبت خوفك أسوي شيء أندم عليه بعدين. إذا تحس إن الكلام يريحك تحجج طلع كل اللي بقلبك. أنا أدري إن الحب يجرح وايد عبور وذاك لما يكمل أقرب شخص.
السلام عليكم. هلا والله. وعليكم السلام. عفوا شلونك؟ زين؟ طيب الله يسلمك. يا امرني اخوي، ايش فيك؟ تسلم، مشكور. بس بغيت اسال، هالبيت بيتكم؟ ليش تسال؟ ايش فيك؟ فيك شيء انت؟ لا سلامتك ابد، بس بغيت الوالد، ابوك موجود بالبيت؟ الوالد بالسجن، اقصد الوالد مسافر. الحين ما عرفت، ابوك بالسجن ولا مسافر؟ لا لا مسافر. مسافر، الله يرده بالسلامة. الله يسلمك. لا أنا بس بغيت أبوك بصراحة، يعني أنا لي أمانة عنده وبغيت أخذها منه. أمانة أحمد. هلا خالتي. تعال ثواني بس. أنا شفيت، أنا كم مرة قالت لك لا توقف مع الناس الغربة وتسولف فيها، دش داخل فضحتنا دش. نعم أخوي آمر. هلا أختي ميام العج ظالم، أنا بس جيت عشان أشوف راعي هالبيت. من انت وش بغيت؟ انا لا لا، هو ما يعرفني اختي، بس انا لي امانه عنده وجيت عشان اخذها. امانه؟ من انت؟ انا عباس، زوج بهيه حبيبتي اللي ساكنه عندكم. انت راي البهيه؟ من صدقك؟ انا بعد مثل كذي طقتني البوها، طلعت الاخت من حاشم من ريلها، وعدان قال بالبيت ملجا حق المشردين والمطلقات. أبي أنوار، أخاف هذا باكر يروح المغفر ويشتكي عليكم ويفضحكم. تكفين، ترى أنا باكر ملكتي وما لي خلق مشاكل. تي لا تحاتين، باكر إن شاء الله الفرحة بتصير فرحتين، فرحة ملكتك وفرحة جلاء الهيلق من بيتنا. بتطلعينهم؟ ها عيل بيقعدون على قلبي طول الدهار. حبيبتي أنا حطيتهم براسي، واللي أحطه براسي يستاهل ليلة. إنزين عيل، شكو عزمتهم على ملكتي؟ بضحك، ما تبين تضحكين؟ تش عليك، خلص شغلك وتزهبي وخلي كل شيء علي. يا بنات المعرس وصل، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. حياك ما حياك ما وصل الأجل. شو حقه؟ عيب نمسوينها برايفت. مدل لي أنت اخترت. فيك دودتني كان ييتك وصاير ايش في راسك؟ من فالك؟ ايش فيك انت؟ ترى وايد تحن يا اخي. ايش فيك؟ ترى واصله معي لهني مالي خلق. بطل تليفونك سجل اوله. رغم من هذا؟ مو شغلك، سجل وانت ساكت. وايد تسال يا اخي، سجل هالرقم ويجيب بياناته كامله. ها اسم صاحب الرقم يعني؟ لا اسم صاحبه الرقم اعرفه، ابي وين ساكنه. ها قول كذي السالفه فيها بنيه، لا يكون هي اللي خسي. عاد أنا بنية طقني، مينون أنت؟ سجل سجل عندك. من مسوي فيك كذي؟ ترى سالفتك غريبة، في أحد متحب لك؟ لا ما في أحد متحب لي. سجل سجل رقم وأنت ساكت. 6-6-3-4. ايه. أنا مستغرب من هالبنات، شلون يملكون وما يعزمونهم؟ حتى قلوب ميتة. وأنت؟ ليش ما تزور يدتك؟ يدتك هذه ترى. عمي أمي ما راضية، شو أسوي لها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عجيب هالزمن هذا. عاد صدقون الأم ما تفرح لما تشوف عيالها متزوجين. أهلاً
خلي بصور زين. يما فشلتينا انت هالذهب بذهب بمبي كله لابسه بيدك. هذا كله من خيرك. مشتاق بس لونك انا ناسي خطير يما مو واضح. اقول يما يما عاد ذبحتي لنا خلاص بنبوزك مثل اللي قدام يما. خلني احر العذال. الله يرحم يدك. اقول يما مش هذا اخت محمد؟ هذا هو هذول البنات ام احمد صاروخ مريضه. خالتي الشر علينا شكلها سبحان اللي غير من حال لحال. ما بعرف من وياهم الخير هذا كله. الله يرحم سلة البنك اللي نبسط فيها عند دوار بيتنا طايح مغازل في المدخل قبل ما ناخذه. أنا ما أدري شلون رضت فيه على جماله على دلاله. رضت فيه من فلوس يا حبيبتي. الفلوس تخلي السحت ملك جمالك طيبة. أي أيوة والله سكتة بس سكتة وخلي الطرمش لما يخلصون نروح دارنا. سكتة يعني شايفه ما طالعين اشتغل علي تقول عن ما تعرف الكوبة وقرادتهم قرادة اللي عرفهم. الله يتمم عليهم فرحتهم. آمين. عدنان أقول قوم صوروا مع المعرس حرام قاعد كذي بروحك نيتي. يلا عاد احترام. يلا يا بنات الريايل وصلوا بيصوروا مع المعرس. حياك 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 يبا. يا جماعة بهالمناسبة هذه أنا وحدة صراحة ما يبغى راس الدي جي ودي أسمع شيء مع الطار ولا إيش رأيكم؟ يلا حبيبتي سعاد هاش سمعينا. ها ما كنتولي شنو بخاطركم تسمعون نقازي ولا سامري؟ ألوها شنو؟ أنا باكل شيء غلط؟ أبي سعاد وبنات أختها يطقون لنا؟ هم كذي يشتغلون طقاقات أنا شايفتهم بعيني بعرس. أنوار شنو هالحكي؟ شو تعصب؟ أنا ما قلت شيء مو زين، أنا ما قلت شيء كذب، هذا الصج، أحد يزعل من حكي الصج يا جماعة؟ يلا 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 يا بنات طاح البوفيه، طاحوا له يلا طاحوا له يلا حياكم حياكم. حياكم طاحولة طاحولة يلا. فهد انت داخل؟ لا 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 بس كنت قاعد اجربها. لا تجربها ترى طلعت مو زينه. امك ليش قاعده تسوي كذي؟ فشلت خالتي وفشلتنا. ما عليه سحب بي. انا امي مرات تقط حجم الثمنة. بس خالتي زعلت وايد. في حريم ما تعرفهم. ما عليه انا راح اكلمها وهم ابوي راح يكلمها لك مني وعد.
أنا راح تيجي وتعتذر لك خالتك. فهد أنا ما أحب المشاكل. يعني ودي نعيش بهدوء ومرتاحين. والله تعبنا. ما نبي أنا وخواتي وخالتي كل شوي طالعين من بيت لبيت، تمرمطنا. يعني أنت عرفضنا. الو ناس عود بشر سويت جبت عنوانها زين كان دزيت لي اياه استنطر بعد واتساب ايش قبي لحظه خليك على الخط كم نقل لي ايه اوكي بس تمام يلا اوكي انا بعدين ادق عليك خلاص يا عمي لا تحن بعدين اقول لك ايش بسوي يه. سلام الدنيا فيني وتمشي الدنيا